العراق وفي كل أنحاء العالم. طيب كابتن حيدر، بالنسبة لموضوعنا يا أستاذ محمد، جدك المنتخب العراقي في نهايات أمم آسيا من مباراة الصاعد للمستوى الفريق معنويا وفنيا وروحيا وحتى الغيرة، رغم كان العراق في دوامة من المشاكل الأمنية والاضطرابات الأمنية في داخل العراق، لكن كل هاي اللاعبين تجاوزوا وقدروا يحققوا النصر لم يحقق أي فريق بالعالم بالظروف اللي مرها العراقي. فنفس الشيء إن شاء الله أتمنى هاي الغيرة موجودة نفسي ترجع، يعني المنتخب العراقي شوف اليوم تمام الصين، رغم كانت الأفضلية للمنتخب العراقي لكن كان هناك برود، كان المنتخب العراقي يحتاج لصاعقة كهربائية، وجد هاي الصاعقة بطرد هذا اللاعب المدافع الصيني. شوف المنتخب العراقي لعب يمكن بأربع دقائق أو خمس دقائق غير عن لعبها اللي شوطين إعداد شوطين طبعاً. شوف المنتخب العراقي كان متعطش أن يسجل هدف وأكله وقل لك الفريق النمور نقول إحنا التنين الصيني أكله بالعكس الأسود الرافدين. فإن شاء الله مثل ما اليوم قدروا أن يأكلون التنين الصيني قدرون على المنتخب الأردني يحققوا. نعم إحنا طبعاً نشاهد كابتن حيدر وكابتن عباس أيضاً ملخص لأحداث الشوط الثاني، وطبعا انا اتقدم بشكر جزيل الى زميلي العزيز الدؤوب خضير حمودي اللي كان معي من قبل المباراه ولحد الان هو معي، يعني اقول لك ممنون ابو بكر على ملاحظاتك وعلى وجودك، وايضا يعني كل الزملاء انا يعني ممنون منهم، يعني في الكنترول زملائي المخرجين ايمن واحمد الطيب وكل العاملين اللي موجودين معانا، الغرض منهم هو ايصال اللقطات والصوره وايضا الفرحه، ساهمنا احنا يعني في نقل الفرحه من خلال المباراه اللي نخلناها لحضراتكم.